في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة، انطلاقة سليمة ورائعة مشاهدينا متابعينا الكرام لشوطنا العاشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط العاشر وهو الشوط الخاص بالثنايا البكار، المهجنات الأصايل وشعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. مسافتنا المعتادة والمقررة وهي 8 كيلومترات، كما ننوه ونذكر بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة 1:30 من ظهر هذا اليوم. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، وأرى هناك اللي قادة المجموعة اللي انطلقت بناموسي هذا الشوط منذ البداية. مخايل بشعرس منصور بن سعيد بن منانة بن غدير ياتي بتحدياتي، مخايل على صدارة هذا الشوط المركز الثاني. جودة مع المركز الثاني بشعر ناصر بن معيوف بن سعيد الشدي، ومع المركز الثالث تتقدم تتسلل تنطلق وشل علي بن سالم بن حمد الكتبي، وعلى مستوى المركز الرابع الوصول والتسلل والانطلاق. التحديات مع شخصية لسعيد بن علي بن سعيد الكتبي مقدما لتحديات شخصية مع المركز الرابع. خامس الانطلاقات من الجانب الآخر، تصل تتقدم شقال راشد بن سعيد بن منانة الكتبي، وعلى مستوى المركز السادس وصول وانطلاق ايضا من النود لعلي بن راشد بن حمد الرزين النيادي، يقدم تحديات النود على مستوى المركز السادس. سابع الانطلاقات، سابع التحديات، قياده لخليفه بن محمد بن قحيد المهيري ياتي بتقدم قيادة على مستوى المركز السابع. ثامن الانطلاقات من الجانب الآخر، وصول أيضا ياتي أيضا على مستوى المركز الثامن في هذا الانطلاق، دوشة لسعيد بن بطر بن محمد الرميثي. وتاسع الانطلاقات، تحديات عالية لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما إذا انطلقنا مع المركز العاشر تتقدم تتسلل تنطلق بهذا الأداء المثير وبهذا الانطلاق الرائع سياسة سعيد بن منانة بن غدير، يقدم سياسة مع المركز العاشر. هذه النتيجة والنداء الأول، الجولة الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة في تحديات هذا الشوط في مسافة ورحلة 8 كيلومترات، مسافة كفيلة للتغيير، للتحدي، للإثارة واستراتيجيات أيضا المضمرين والمتابعين لهذا الانطلاق. نعود بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة، وأرى هناك اللي على رأس الحربة بشعار منصور بن سعيد بن منانة، من يقدم بخايل، من ينطلق بتحديات هذا الاسم على الصدارة، وهي تقود هذه الجموعة تنطلق بناموس هذا الشوط، متحمل المسؤولية بمسؤولية القيادة والتحدي والإثارة، تليها مع المركز الثاني شودة، مع المركز الثاني بمتابعة ناصر بن معيوب بن سعيد الشدي، من يقدم هذا الاسم مع المركز الثاني المركز الثالث. التحديات القادمة في هذه اللحظات مع وشل لعلي بن سالم بن حمد الكتبي، ومن الجانب الآخر على مستوى المركز الرابع تحديات شخصية لسعيد بن علي بن سعيد الكتبي مقدما لهذا الاسم.
التعارب السعودي القادم بكل قوة على مستوى المركز الرابع، خامس الانطلاقات، خامس التحديات. شقة راشد بن سعيد من منانة، من يقدم شقة مع المركز الخامس. المركز السادس تتقدم قيادة محمد بن خليفة بن قحيد المهيري متابعا للتحديات قيادة على مستوى المركز السادس. المركز السابع وصول مع النود لعلي بن راشد بن حمد الرزين النيادي يقدم النود مع المركز السابع. ثامن الانطلاقات، ثامن التحديات، انطلاقة ردنا لراشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي وعالية مع المركز التاسع. شعار محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، ولكن انذار تتقدم مع المركز العاشر لعبد الله بن سالم بن حميد المنصوري مقدما لانذار. تتقدم مع المراكز المتقدمه باول نده تنطلق على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجه مشاهدينا متابعين الكرام للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط وبهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز، لنا عودة مع الصدارة والبداية ومخايل من تقود هذه الجموعة، من تنطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية. منصور بن سعيد بن منانة يقدم هذا الاسم. المركز الثاني تتسلل تنطلق بهذا الأداء المثير وشل لعلي بن سالم بن حمد الكتبي يقدم وشل مع المركز الثاني. المركز الثالث تاتي أيضا شودة لناصر بن معيوف بن سعيد الشدي، وعلى مستوى المركز الرابع شقة راشد بن سعيد بن منانة الكوكب رباعية مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسنج بتحديات هذا الشوط وبالتقدم وانطلاق مخايل على الصدارة. نتابع المركز الخامس، نتابع قيادة محمد بن خليفة بن قحيد المهيري يقدم قيادة مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات ردنا لراشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي، انذار تصل على مستوى المركز السابع لعبد الله بن سالم بن حميد المنصوري، ومع المركز الثامن انطلاقة دهمة تتسلل تنطلق بأول ندى لمحمد بن نايع بن سالم النعيمي، وتاسع الانطلاقات، تاسع التحديات، تاسع الانطلاقات عالية. محمد بن عتيج من زيتون المهيري ننطلق مع المركز العاشر. ياتي أيضا شعار المتحدي، شعار سالم بن سعيد بن منانة يقدم برلين على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة، ولكن أرى الأسامي القادمة والشعارات اللي بدأت تعلن الهجوم. لنا عودة مع الصدارة والتغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. شقة قادة المجموعة راشد بن سعيد بن منانة يقدم تحديات الشقة. المركز الثاني انطلاقة مخايل منصور بن سعيد بن منانة مقدما لنتقدم مخايل مع المركز الثاني. المركز الثالث وشل لعلي بن سالم بن حمد الكتبي، ومع المركز الخامس تقدم وانطلاق ايضا شودة ناصر بن معيوب بن سعيد الشدي. ياتي ايضا بهذا التقدم، بهذا الانطلاق، بهذا الاندفاع على مستوى المركز الرابع منذ البداية بقمة التحدي والإثارة وعلى عنفوان الفوز. المركز الخامس تتقدم قيادة محمد بن خليفة بن قحيد المهيري، ولكن ارصد للقادمة برلين تتسلل.
بشعار ذياب بن محمد بن منان من يقدم بلين بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع، ولكن ضدنا من الجانب الاخر تتسلل تتقدم مع المراكز المتقدمة راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي، ولكن مرسى 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 القادمة بأول ندى بشعار راشد بن محمد بن مبارك بن سبت الخيلي تتسلل مع المركز التاسع، عاشر الانطلاقات عاشر التحديات عالية محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذه النتيجة، هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، ولكن بنعود مع الصدارة والبداية والمقدمة والشودة. شودة بدأت تعزف الانشودة، بدأت تعزف الانشودة. ركز يا الشدي، ركز يا الشدي، خلي اعصابك هادية، خلي اعصابك هادية مع هذا الانطلاق المثير والرائع. بدأت تغادر، بدأت تنطلق. ناصر بن معيوف الشدي يقدم، يقدم شودة انطلقت اندفعت بناموس هذا الشوط في اللحظات الأخيرة. ما شاء الله ما شاء الله، ركز يا أبو سالم مع هذا الانطلاق المتميز. المركز الثاني، المركز الثاني ياتي شعاره وانطلاق ايضا وتحدي قادم. ما شاء الله بيان للسيف بن عبد الله بن مايد المسافري، واللحظات اللحظات الاخيره. شوده 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 تتقدم تنطلق، ولكن ارصدني 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 بيان للسيف بن عبد الله المسافري. اقلبت موازيني هذا الشوط في اللحظات، في اللحظات الأخيرة. تهانينا تهانينا لمالك بيان سيف بن عبد الله بن مايد المسافري، ولحظات الوصول، لحظات الوصول إلى خط النهاية. سلام بهذا الانطلاق المتميز. المركز الثاني شودة لناصر بن معيوف الشدي، المركز الثالث قيادة لمحمد بن خريبة بن حيد المهيري، المركز الرابع مرسل راشد بن مبارك بن سبت الخيلي، المركز الخامس برلين لسالم بسعيد بن منانة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة. 12 دقيقة 42 ثانية، 7 أجزاء من الثانية هو توقيت بيان. تهانينا للسيف بن عبد الله بن مايد المسافري، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني وقدمت عرض تشكر عليه شودة لناصر بن معيوب بن سعيد الشدي. 12 دقيقة 43 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للشدي مع هذا الانطلاق المتميز والعرض المثير اللي قدمته شودة، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث قيادة توقيتها الزمني 12 دقيقة 45 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن خليفة بن قحيد المهيري.